خلينا ابتدي مع حضراتكم بخبر خاص بوزاره الصحه، ووزاره الصحه بتطلق 34 قافله طبيه مجانيه في محافظات الجمهوريه خلال الاسبوع الاول من الشهر الكريم، وده ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه. القوافل هتضم مجموعه من التخصصات الطبيه، فيها كمان خدمه لتنظيم الاسره الى جانب خدمات الاشعه والتحاليل الطبيه، بالاضافه لصيدليه فيها كل الادويه اللي ممكن الناس تحتاجها. وزاره الصحه كمان قالت انه القوافل الطبيه دي هيتم توجيهها في المحافظات الحدوديه والقرى البعيده. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذه القوافل. معانا دلوقتي على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان. مساء الخير على حضرتك يا دكتور ورمضان كريم. يعني لو حضرتك تقول لنا اكتر عن القوافل اللي موجوده في المحافظات، وده استمرارا لمبادره حياه كريمه. مساء الخير يا استاذه هدير، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام، وكل سنه ومصر والمصريين بالف خير وسلامه بنصره الشهر الفضيل. حقيقة ضمن مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة لكل المصريين بيتم إطلاق قوافل طبية عددها زي ما حضرتك قلتي 34 قافلة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. الهدف من القوافل دي هي الوصول بالخدمة الصحية الكريمة للمناطق النائية والبعيدة واللي لا يتوفر فيها أماكن ثابتة لتقديم الخدمة الصحية. في عندنا 8 قوافل هيتم اطلاقها في مناطق الشلال في محافظه اسوان والامراء، وبمركز كفر الدوار في محافظه البحيره، والخليج بمركز المنصوره بمحافظه الدقهليه، وكمان مركز طبي معا في حي السلام 2 في محافظه القاهره، ومنشاه النور في مركز السادات محافظه المنوفيه، وبني عقبه ببيبه في محافظه بني سويف، والحيوة إبلي مركز أخمي محافظة سوهاج، وعويشة في محافظة مطروح. بالإضافة إلى بقية القوافل هتكون في محافظات الشرقية وبنها ودمياط الجديدة ودمياط. القافلة بتستمر يومين تقريبا. زي ما حضرتك ذكرتي بتضم كل التخصصات، أطفال وأمراض النساء والتوليد والأنف وأذن والبطنة، بالإضافة إلى وجود صيدلية وأشعة متنقلة ومركز ومعمل تحاليل متنقل، بالإضافة إلى عيادات الأسنان. بيتم الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة، وفي حال إذا ما كان المريض بيحتاج إلى أنه يتلقى مزيد من الخدمة الصحية الأكثر تخصصية بيتم تحويله إلى أحد المستشفيات إما التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية. طيب دكتور حسام، الناس إزاي بيتم إعلامها أو إخبارها إنه في قوافل طبية جاية فيها كافة التخصصات، فيها صيدلية لتوفر الأدوية، إزاي بيتم التنسيق داخل المحافظات والقرى دي؟ يعني في البداية بيتم التنسيق من خلال مديرين مديريات الصحة بالمحافظة مع المحافظ والمحافظة، بيتم إخبار المديريات باماكن القوافل، بالاضافه لان احنا بننشر بشكل دوري على صفحه الوزاره الرسميه وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي مواعيد واماكن القوافل بشكل مسبق قبل ما تنطلق القوافل. في قرى لاول مره هيكون فيها قوافل ولا لا ده استمرار للقوافل اللي قبل كده؟ الحقيقه هو ده استمرار للقوافل اللي احنا بقى لنا فتره طويله بنقوم بعمل هذه القوافل، وبالتالي دي القرى هي القرى اللي زي ما قلت حضرتك كده بتحتاج الى مزيد من الخدمه الصحيه، ولا يوجد اماكن ثابته لتقديم الخدمات، فبيتم تقديم الخدمات من خلال القوافل المتحركه اللي الحقيقه احنا عندنا خطه سنويه، يعني كل طول السنه خلال 12 شهر بيتم عمل هذه القوافل على مدار العام، وبيتم الإعلان عنها بشكل دوري على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة والسكان. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهارده في التاسعة.